هاي جايز ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. ان شاء الله تكونوا منيح. اليوم حابه اسوي لكم هيك فلوج. اليوم نهار الاحد، انا وبريم حابين نعمل شيء هيك بروجرام مهم. قبل ما تكملوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب وترنوا على الجرس لتعرفوا كل ما ننزل فيديو جديد. اليوم نهار الاحد، انا وابراهيم بمودينا بايطاليا. ابراهيم هون عنده شغل، كان عنده معرض فكتير تعب هالجمعه، عن جد كثير اشتغل، يعطيه الف عافيه. اليوم ما عندنا شيء، قلنا خلينا نزور منطقه جديده لانه مودينا قريبه عن كل شيء. سو بساعه فينا نوصل على ميلان، ساعتين نوصل على ما بعرف وين. سو بعدنا عم نتعلم على المناطق يعني. بعد ما قررنا، ابراهيم هلا عنده كان اجتماع صغير، يعني حتى نهار الاحد يعطيه الف عافيه عنده اجتماع، وقال لي حضري حالك انت بخلص الاجتماع بجي باخذك وبنشوف وين بدنا نروح. سو بعد ما بعرف وين رايحين. سو هلا شربت القهوه، صحصحنا شوي، بس بعد بدنا نصحصح نهتم بهالبشره تنبين صاحي. لازم نحضر حالنا، بدي اول شيء اغسل وجهي واعمل ماي سكين كير روتين اللي بعملها دائما الصبح. اوكي سو اول شيء بدي اغسل وجهي، هستعمل الفوريو لونا 3 حبيبه قلبي. I love it صراحة. صار لي فترة كتير طويلة، يعني سنين عم بستعملها. أول شي ببلل الوجه قبل ما استعملها للفوريو لونا 3، وبيجي مع صابون اللي هي يعني فيس واش، حطها على الفوريو لونا 3 وبكبس من هون. ببلش يصير في بالسيشن، سونيك بالسيشن، ببلش ترج وبمرقها على وجهي. يعني يا ريت في اوصفكم الاحساس من بعد ما بلشت استعمل فوريو لونا 3، قديه بتحسوا وشكم صار نظيف. يا جماعه اول شيء بس تقلكم انه بعمل سيركلر موشنز، مرقها على كل وجه، جبينه، منخاري، بس اكيد ما بقرب صوب الاريا اللي تحت العين. نحن البنات اغلبيتنا بنحط ميك اب، وقت نشيل الميك اب بنستعمل عاده القطنه والميك اب ريموفر ونمسح وجهنا. طيب مسحنا هالوجه بس شلنا بس من برا، بس جوات البورز ما تنظفوا. يعني انا وقت اشيل بالميك اب ريموفر مسح وجهي، شيل الميك اب وبعدين بغسل وجهي، بيضل بيطلع فاونديشن وكل شيء امبيورتيز بالسكن بيروح. سو هيدي الفوريو لونا 3 بتنظف لي وجهي، واكيد وقت ننظف وجهنا بالطريقه المضبوطه هذا الشيء بيمنع انه يطلع لنا حبوب، ومنكون كمان اكيد عم نحتفظ بشرتنا وعم نعمل the right step تيكون عنا احلى بشرة و glowy skin و healthy skin. So عن جد كثير بنصحكم بال فوريو لونا 3. I love it. So هلا كل الزيوت وال impurities الوسخ اللي عندي كان بوجهي، ما تفكروني مقلق يعني، بينظف البشرة. So هلا بغسلها انه هي هيدي waterproof، بترجعوا بتلقوها تحت المي وحغسل وجهي. حتى عن جد يعني ملمس وجهي مثل البيبي. شغله ثانيه عن فوريو لونا 3 انه هي بتجي هيك وعندها ميله ثانيه، هون فيكم تحطوا السيروم، بتحطوا السيروم على وشكم وبترجعوا بتمرقوها بهيدي الميله تيعمل ليفتنج افكت، وكمان مجد جلدتكم تمتص السيروم بالطريقه المضبوطه وتفوت بالطريقه المضبوطه. واكيد كمان هيدي بتعملوا فيها مساج بتشقل الوجه، وكمان فيها يعني بتعمل انتي ايجينج افكت، بتخفف الرينكلز على الوجه وبتاخر الكبر. قربنا على 30 يا جماعه، لازم نبلش يعني نحسب حساب هالاشياء. فوريو عندهم سيروم هيدا، بس انا هلا ما حاستعملها هي لانه حابه اعمل فيشل. كمان فوريو عندهم اليو اف او 2 اللي هي كانه فيشل بالبيت. يا جماعه كل دير برودكتس كانه رحت على سبا وعملت تريتمنت لوجهي، اصلا ما بعرف اذا لاحظتوا هلا وجهي عم بيضوي، وهذا بس استعملت الصابون واللونا 3 اللي هي بس غسلت لي وجهي. وهلا صار وقت الفيشل، يعني بدي حول الغرفه الحمام اللي انا فيها هلا لسبا. هلا حنستعمل الفوريو يو اف او 2 مثل ما شايفين، هيك شكلها كثير حلو. على فكره قد ايه حلوين الديزاين تبعهم، كثير حلو شكلهم وبيشهوا.
So UFO2 it's a supercharged 2-minute facial. يعني نعمل facial treatment كيف وقت نروح على سبا او عن حيلة حدا بيعمل facial بس حنعمله هون بالبيت يعني بالاوتيل وين ما تكونوا بدقيقتين. انتو فيكم تنزلوا الاب انا منزلتها الفوريو اب فور فري تعملوا كونكشن على البلوتوث مع الديفايس اللي عندكم اياه وبيقولوا لكم كيف تستعملوها. سو انا هلا على الاب عندي اللونا 3 واليو اف او 2 سو بكبس على اليو اف او 2 وبحط انه بدي اعمل تريتمنت كثير هين تستعملوها وبكون عامله اكيد مضوية البلوتوث وبنقي الماسك اللي حاستعمله. هلا انا عندي الميك ماي داي وعندي الكول ات ا نايت وعندي البلغاريان روز سو انا حنقي الميك ماي داي لانه بدي شيء كثير يرطب لي وجهي بيجي فيه هايلورونيك اسيد هايدريتنج ماسك سو بيجي بظرف هيك وحفرجيكم كيف نستعملها واكيد انا بحط على الابلكيشن انه حاستعمل الميك ماي داي هايدريتنج ماسك وقت نحن نحط ماسك هيك جلدتنا ما بتمتص كل شيء فيتامينز منها لان المسامات بيكونوا مسكره هلا حفرجيكم ليه وقت نستعمل اليو اف او 2 الجلده بتمتص كل الانجريدينتس وعن جد نحصل على احسن نتيجه بيجي مثل شقفه بلاستيك هون بنشيلها وبدنا نحط الماسك هون بتجي هيك على حجمه بنحطها ونرجع بنسكرها هيدي البلاستيك نكبسها حطينا الماسك نكبس ستارت ومنبلش الجلسة Secure the UFO activated mask to your device. Use a circular motion. Allow your mind and body to slowly awaken as the red LED and a gentle warmth So هون they guide you. هلا الماشين سخنت. The red light it stimulates the production of collagen. بتحسوا بحرارة سخنة. ليه؟ لأنه بدهم يفتحوا لكم المسامات. So وقت البورز بيفتحوا الفيتامينز اللي بالموجودة بالماسك كل الانجريدينتس اللي موجودين فيها الجلدة بتمتصهم كلها. So بنكون عم نحصل again على أحسن نتيجة. So بضلي عم مرقها in circular motions هلا بلشت تبرد عن جد جايز كأنكم عم تعملوا فيشل بالبيت ما معقول اليو اف او 2 هي عبارة عن ليد لايت ثيرابي اوكي بس هلا خلص ليكو شو هينة كانت بلش يبين الكلو بماي سكين كل ضو له فانكشن انا اول شيء كان حاطة انه الضو يكون احمر فيكم تنقوا الضو ازرق ضو ازرق بيشتغل اكثر على acne scars سو اذا عندكم acne بيحسنكم هيدا الموضوع وبشيل الacne scars والبكتيريا وكل هالاشياء الضوء الاحمر بيشتغل على اكثر الليفتنج افكت والايجنج افكت كمان يقوي production of collagen بالوجه سو انتم فيكم يعني حسب كل واحد جلدته جايز فيه يشتغل على السكن تبعيته يعني مش كلنا بشرتنا نفس الشيء كل واحد عنده قصه مع بشرته من خلال الاب فيكم تشتغلوا على هذا الموضوع It's very simple, it's very easy يعني ليكو قد كانت العملية سريعة So for you UFO2 هو a 2-minute facial من البيت So this is why أنا I decided to invest in this product لأنه فيي أعمل facial كل يوم وين ما كانت قد ما أكون مستعجلة بدقيقتين تطلع بشرتي glowing مثل ما شايفين So هي عبارة عن LED light therapy فيها T-Sonic pulsations هيدا الشيء بيميز for you لانه بتخلي السيركيليشن الدم بتحسن سيركيليشن الدم بالبشره وبتخلي الانجريدينتس اللي عم نحطها على وجهنا انه تمتصهم البشره تنحصل على احسن نتيجه سو بس نخلص بنشيل البلاستيك بنشيل الماسك وبنغسلها لازم نغسلها ما تخافوا تغسلون للفوريوز لانه ما بيصير لهم شيء نغسل شقفه البلاستيك وفينا نرجع نستعملها بعدين عادي اوكي سو هيك بكون فرجيتكم ماي سكين كير روتين اللي بعمله الصبح فيكم كمان اكيد تعملوها بالليل يعني اذا ضاغين وحطيتوا ميك اب اكيد غسلوا وشكم بعدين بالفوريو لونا 3 حطوا السيروم ليكو 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 وجهي فيه لمعه عن جد بتحسوا بالنتيجه يعني انا ادكشن صار لإلي زي كل يوم وجهي بده يلمع عن جد جايز
واذا حابين تحصلوا على الفور يو لونا 3 او اليو اف او 2 كمان حاطتكم اللينكس بالصندوق الوصف بالديسكربشن بوكس، فيكم تحصلوا على اي شيء، وحتى فيكم تتعرفوا اكثر على البرودكتس، تقروا عنهم، فيكم تعرفوا تفاصيل اكثر عنهم، كله عندهم بالويب سايت. لازم استعجل، حط ميك اب والبس، لانه ابراهيم جاي يخدمني بعد شوي. اوكي سو ابراهيم هلا خلص اجتماعه، بدي انزل ونشوف نقرر وين بدنا نروح، لانه هو مودنا قريبه عن كل شيء، بساعه ونص في اوصل على ميلان، ساعه ونص في اوصل على فلورنس، ساعتين ليك كومو، وهيدا الحلو تنشوف وين بدنا نروح، لانه عندنا كل نهار بنشوف وين بدنا شو بدنا نعمل يعني. بونجورنو بونجورنو بونجورنو، شو وين رايحين؟ وين بدك؟ ما بعرف، ما انت الايطالي هون وين عم بيلك تروح؟ Good morning. Bonjour. Ça va? Ça va. Aïe aïe, ça cut. Ça cut. Là, ça cut la chair. Là, ça, là, ça. Où est-ce qu'on peut aller? Les Como, Florence. Les Como, حلوه ما هيك؟ ايه كثير حلوه. شو روحي؟ يلا let's go. خلاص قررنا Les Como لكن يلا. هو رايح لها قبل، انا ما رايحت لها. Seat belt on. بعد عنا شي ساعتين على الطريق، هلا كله الطريق هيك ستريت ستريت، هذا الحلو هون، مش انه بتضلكم يمين شمال يمين شمال، ستريت لاين هي من طريق ميلان. سو هلا نحن على الطريق و I can't wait شوفها صراحة، لأنه كلهم بيحكوا فيها قد ايه حلوة، جد في جمال مش طبيعي، ف I'm super excited. اللي حلو انه ما ضروا ننام هونيك بالسيارة، بنروح نكتشف منطقة جديدة ونرجع على الأوتيل. هيك الطقس هون كيف صار، كل ما عم نطلع على الشمال كل ما الغيوم عم بيزيدوا. ايه لأنه بمودنا مشمسة وكنت فطسانة مع إنه برد بمودنا، بس ما عليه إن شاء الله ما نشتي، بس إنه المهم نشوف المنطقة يعني بتضل جميلة لو حتى إذا شتت يعني. هلا شو بدنا ناكل؟ والبيتزا بدي اطلب سلطة، انه بصير بقول عم افي على حالي انه يلا يلا ما عليك بترجع بتضعفيهم، بس كل ما انصح كل ما اصعب اني اضعفهم later on. بس يلا بسيطة ان شاء الله خير، بنرجع بنركلش على الرياضة وهيك، الله يعيننا. واخيرا الطريق كانت حلوة صراحة، الحمد لله هلا ما عم بتشتي، بس ضرب الجوع. وهون عادة بإيطاليا وبأوروبا in general mainly المطاعم بيسكروا انه تنتين ونص وهيك، فان شاء الله نلاقي مطعم ناكل، لا الا ما نلاقي بس انا ان شاء الله لانه انا جوعانة. وين الليك يا قلبي؟ انا شايفة كله بنايات جوا جوا يا قلبي جوا. هلا صفينا السيارة، بدنا نكزدر، طقس حلو هيك برد بس انه المحمول الحلو كوزي اكثر من هيك بصير يبلش السقاية. هينا هلا بدنا نمشي بالسونت، في هونيك شوارع خرج نتمشى فيهم ونشوف الليك، انا حايصة بدي اشوف الليك. المهم ما تشتي انه كلاودي وهيك، ما عندنا مشكلة، بس بدنا نتمشى نشوف. مشكلة ابراهيم بيمشي كثير بسرعة، أنا فشخاتي صغار، روق شوي لحق لك. بلشنا نوصل للليك. عم بيقول لي قال في سبق بوتس، عم نشوف هيك بوتس صغار عم بيطيروا عم يسوقوا كثير بسرعه، والهليكوبتر بتصورهم. شكله في شيء يا جماعه، ليك ليك البوتس كيف عم بيسوقوا بسرعه، ليكوا الهليكوبتر ما بعرف اذا مبينه عم بتصورهم للبوتس، بس من هون شوي بعيد ما قادره كثير فرجيكم. بدنا نمشي صوب
صوب هونيك لانه هونيك الفيو احلى على الليك، والا ما يكون شي مطعم مفتوح. شفتوا السبق اللي عم بيصير؟ وصلنا هلا، كنا محتارين وين بدنا نروح اي مطعم، فشفنا هيدا المطعم الريتنج تبعه منيح واكله طيب وبوج الليك. Hello, what's your name? My name is Akil. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's romantic table for you on the view, eh? Lake balsamico, بيجي concentrated أطيب شيء، بيجي مثل السيرو الشوكولا. لايكو شكله كأنه عم ياكل صندوش نوتيلا. صحتين. Thank you. Molto buono, ah? Sì. ليكو مامي عم يحكي بوب. هلو قل له هاي لليوتيوب، قل لهم هاي لليوتيوب. تتذكرونا خضر رفاق عم ضحك قال لي وقفوني من يومين بالسيتي مول انه عرفونا بالفلوج. كثير مهضوم هو ومرته، always positive vibes مثل ما نحن بنحب. هينا هلا اكلنا الابيتايزر واكلنا الشمس، عن جد من اطيب الشمس اللي اكلتها. انا كثير بحب الشمس مع كوكتيل صوص، والبيزاولا صراحه منا كثير طيبه لانه كثير فيها خيطان. هاي جدو، بحكي مع جدو ابراهيم. صراحة كثير انبسطت بالقعدة، الأكل كان طيب بس اللحمة ما كان ما صار جدوها لأن ابراهيم قال لي ما تذوقيها مش طيبة، بس الباستا كثير طيبة والشريم كمان. يا جماعة تعرفوا أليكس، هاي كاميشا، وينغ هاي فروم تشاينا. ابراهيم بيحب يتعرف على العالم، يحكي معهم شغل وهيك، ويلا ودي اكسشينج نمبرز وهيك. سو قاعدين شوي بعد منقص، كثير حلو عن جد، واي في فريش وهيك غيرنا جو. انا بحب شوف البحر، مودنا انه مش بحر، مي على القليله، ليك بحر حيلا شيء، بشوف شيء عم بيتحرك بوجه مي. سو عن جد قاعده بتجنن. Oh my friend, Pakistani, وكل العالم معنا. What do you want to tell them? Come. Ciao. Assalamu alaikum. كله good. كله good, ها؟ كله تمام. إجا عم يعطيني حساب لإلي، قال لي أنت عندك فولورز على تيك توك، أنت بتنفعي حساب. She have a money. She have a followers. What does it mean? No, I have followers. It doesn't mean I have money. No, you have followers and you have money, yeah? هلا فلينا من المطعم، ضحك الويتر اللي هون ما قبل انه نفل قبل ما ياخذ اسمي على تيك توك، عمل لي فولي قال لي اي لايك يور فيديوز ماي فريند. قلت له يس يس. قد ايه حلو هون تمشي، ليكو 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 بيسفل بيسفل، ليكو عن جد بتجنن. بس هون بالصيفيه غير، يعني كنا قدرنا نعمل اشياء اكثر هون، بس انه ايم جلاد انه صح لي اجي لهون على القليله اشوف اقول اني جيت على كومو. كنا عم نتمشى هلا وعم نتأمل المنظر الحلو. هلا وين بدك نروح؟ شو هيدا؟ بدنا نروح على فيلا دستي، شيء حلو كثير. بدنا ناخذ سيارة يعني؟ يمكن. Let's see. Let's check. فيلا دستي. عم بتجن. هو 11 minutes away من خاله لابراهيم، قال له روحوا على فيلا دستي. So بس خليني آخذ ستوري. سو حنروح هلا، حنروح على الباركينج ناخذ سياره ونروح باي كار على المحل. نزل ستوري معي. يلا دقيقه دقيقه. لا خذ لي بدي اخذ المنظر. ليك خذ انا المنظر. ليك بعرف انت المنظر، احلى منظر انت، بس خليني اخذ المنظر. خذ ستوري عني. منظر الطبيعي. خذ ستوري عني. عملت السال. يلا هلا قط
اطيب دسير وين؟ حدك طورس فرجيهم للعالم فرجيهم ما فرجيتهم اياها بالروحة هاي عم نشوفه شوفوا شوفوا بتخلي الامور لإلها بس شو هينا عم فرجيكم عم بالرجعة ليكوا الديتيلز جايز انتو كيف كانوا يعمروا ليكوا شو بيمشي بسرعة ليكوا فشخاتي انا شو صغار رهيب ايه ايه فلحقك جايز ما معقول بعد ساعة بتأمل بالعمار اللي موجود بهالبلد انه اشياء قديمة بقول سبحان الله عن جد كيف كانوا يعمروا هيك اشياء ليكو 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 شو لقينا بوش الباركينج بيروت اه مطعم لبناني هون هلا بدنا نطلع بالسيارة ونروح على فيلا ديستي من بعدها بنرجع على مودينا جايز هيدا الفيلا ديستي كثير حلو بس عحظنا في حدا حاجه for a private event كل الاوتيل نحن جايين نقضي نهار هون so بس كتير المنظر بيسطل guys بوج الليك يعني واحلى من وين كنا قاعدين يعني فيو احلى بتشوفوا فيلل بيسطلوا عن جد بيوت 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 بقول انا انه شو هيدا شوارع كلها خضار عن جد شي جنون شي بجنن انتبه قلبي too bad ما حنقدر نشوف فيلا ديستي بس ان شاء الله next time we will private event تعسل فأس بوبي don't be sad it's okay it's alright it's okay دغري حدا فيلا ديستي نزلنا نزول المنظر اللي بوجنا مش يا سبحان الله عن جد ليك شو حلو هاي شو باب مرتاح؟ مرتاح؟ أنا بدي صورني أنا هون صورني للفلوج شوفوني السيارة كنا عم ناخد صور وهيك تفرجنا على الليك من هون بس الهوا جليد 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 يعني منخاري جلد كلي جلدت بس عن جد الفيو سبحان الله كتير كتير حلو We had such an amazing day I hope you guys enjoyed this vlog هلا نحن رايحين على مودينا وقبل ما نكون باي ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب وترنوا على الجرس تتعرفوا كل ما نزل فيديو جديد وميك شير دايما تقروا الديسكريبشن اللي عم نزلكم اياه عندي بالبايو بحبكم جايز ودايما قولوا لي شو حابين تشوفوا في ماي نيكست فيديوز love you so much وثانك يو فور يور كونستنت سبورت love you bye see you next week